فطبعا من يوم ما وصلت السعودية أنا كان في بالي هدف واحد، الهدف هو كيف أنا أدرس وأتفوق وأنجح وكيف أشتغل في وظيفة مناسبة من خلال هذه الوظيفة يكون عندي القدرة على أني أرجع أجيب أمي وتعيش معي، لأن الوالدة كمان زي ما أنا عانيت في الطفولة هي عانت في نفس الوقت. طول ما الهدف هذا ببالي ساعدني بشكل كبير بعد توفيق الله عز وجل على أني أنجح وأثبت نفسي. عملت في مجال المبيعات في الريتيل، هذا الكلام كان سنة 2003، فذاك الوقت كان أنه شاب سعودي يشتغل في محل بيع أزياء أو بيع حتى أحذية كان يعني جدا نادر، ما تحصل، ما كان في ذاك عملية السعودة وعملية يعني الاهتمام بتوظيف السعوديين بشكل كبير، ولكن هذا كسر عندي حاجز أنه أنا زي ما كنت أشتغل وأنا طفل أقدر أشتغل الآن وأقدم في هذا العمر. وكنت دائما أفتخر أنه والله أنا طالب جامعة البترول وأشتغل في هذه الوظيفة لاكتساب الخبرة لاكتساب المعرفة. انتقلت بعدها للعمل مباشرة في سامبا، اشتغلت في إدارة الأسهم الدولية. طبعا في سامبا أدائي كوظيفة كان جدا ممتاز، حصلت على بعض الجوائز. مباشرة بعد ما توظفت فترة بسيطة قدرت أني أجيب الوالدة، وكانت بداية فاتحة خير عليف. في أحد الأيام شفت إعلان على شاشة الـ MBC، إعلان عن برنامج جديد، البرنامج ما أدري إذا لحقتوا عليه، اسمه القوة العاشرة. بالقوة العاشرة كانت الجائزة الكبرى 10 مليون ريال، فقلت أنا خلني أروح، ما في داعي أربح 10 مليون، ممكن أربح 1 مليون. الوالدة قالت توكل على الله إن شاء الله أنه فيها خير. رحت شاركت في البرنامج وقبلت، دخلت البرنامج، خلال ساعة حصلت على 1 مليون. طبعا كنت أول فائز يفوز بمليون ريال في ذاك الوقت. طبعا هذا تعتبر كمان هذه نقلة أنا أعتبرها ما جات من فراغ، جاءت من وجود هدف، والسعي لذاك الهدف هو اللي خلاني متحفز أني أشوف الفرصة وأحاول أحصل عليها.